السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث عن بعض المفردات في اللغة البيجاوية كما واصلنا في المرة الماضية، وسنتحدث اليوم عن بعض الكلمات التي تستخدم أيضا يوميا في لغة البيداويت. كأمثلة سنقول عندما ننادي شخص أو ننادي رجل نقول له هم ديكيتا هوك، بمعنى أين أنت يا محمد؟ عندما نريد أن ننادي بالمؤنث نقول تتكتي كي تاهوك، تتكتي كي تاهوك، بمعنى أين أنت يا امرأة؟ وأيضا إذا طلبت أن يفعل لي شخص شيء ما أقول له هم ديمانا دو فايسا، بمعنى يا محمد اعمل لي شيء أو اسدي لي خدمة. وبالمؤنث أيضا تتكتي مانا دو فايسي، بمعنى يا امرأة اعملي لي الشيء أو اعملي لي شيء. وأيضا سأقول لرجل أين أنت، أين تذهب أنت؟ يا أوتكي نو تيبيا، يا أوتكي نو تيبيا، بمعنى يا رجل أوتكي، يا رجل نو تيبيا، إلى أين تذهب؟ فسيأتي الرد ويقول أنا أشهن إيبي، بمعنى أنا سأذهب للعمل. أيضا إذا كان للمؤنث يقال لها تتكتي إنه تيبي، بمعنى يا امرأة أين تذهبين؟ وسيأتي الرد أنا تجامع إيبي، بمعنى أنا سأذهب إلى الجامعة. أيضا عندما أريد أن أقول أنا أريد أن أكل، أنا مريت ما عندي، بمعنى أنا أريد أن أكل، ومريت هي الغذاء، وآيم الماء، وأيضا تدابي هي الصحن، مهما كان نوعيته لكن الصحن. أيضا والذي يشرب به الماء كالكأس له عدة أسامي بمختلف اللكنات، يقال له أوكانسا أو أوميغراف، وهي كلمة ترجع إلى الأصول العربية بمعنى إغرف. وأيضا عندنا بعض الكلمات التي نقول لها في الأكل أو أنواع الأكل، مثلا عندنا القمح وهرو إيدنا، مثال أنا هربت ما عندي، أنا أريد أن أكل قمح. وأيضا القمح يستخدم لكثير من أنواع العصيدة في شرق السودان. أيضا اللبن يقال له تئة، اللبن تئة، بمعنى أنا آد قوى عندي، أو كمثال أنا آد قوى عندي، أنا أريد أن أشرب لبن. وأيضا أمثلة أخرى عندما تريد أن تقول ماذا تريد أن تتعشى أنت، هم دي بركنان درارة تندي، العشاء هو الدرار، بمعنى يا محمد ماذا تريد أن تتعشى. وأيضا هم دي برك نان فاسا تندي، يا محمد ماذا تريد أن تتغدى، هم دي برك همية في ابتكاتك هذا الصباح، عندما يقال للشخص أنت لم تأكل شيء أو لم تفطر يقال له همية في ابتكاتك. وهذه بعض الأمثلة لاستمرارية المقاطع في تعليم اللغة البيجاوية والتي تستخدم يوميا، وأتمنى أن نكون يعني أوجزنا بعض الكلمات المفيدة إن شاء الله، وسنقوم بالتواصل بصورة أفضل وبكلمات أكثر وأعمق إن شاء الله. وأشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع بنا، وشكرا لكم. إن شاء الله هيري بريسا من أي أورا ومدهنكم معي.